في إطار حرص مستشفى 57-357 على استمرار التطور في كل أقسام المستشفى، تم توفير جهاز جديد في المعمل على أحدث طراز لعمل تحليلات كيمياء الدم واختبارات المناعة. الجهاز ده بيتكون من 4 أجزاء. أول جزء في الجهاز هو وحدة إدخال العينات، وبتسمح بإدخال 500 عينة في الساعة، وده لضمان سرعة الأداء في التحاليل. كمان الجزء ده مزود بثلاجة لحفظ كيماويات اختبارات الجودة. يتم برمجة الجهاز لعمل اختبارات الجودة كل يوم أوتوماتيكياً للتأكد من دقة عمل الجهاز قبل إدخال أي عينة من عينات المريض، وده بيضمن لي دقة النتائج. الجزء الثاني هو جهاز تحاليل الكيمياء، وده بيسمح بعمل 1800 اختبار في الساعة. وبالنسبة لجزء جهاز عمل اختبارات المناعة بيسمح بعمل 440 اختبار في الساعة. كمان الجهاز مزود بكاميرا 3D ليتم قراءة الباركود على أنبوب التحليل المريض بأكثر دقة ممكنة لضمان عدم حدوث أي خطأ في قراءة الباركود.